بيرتبط بعمل الرحمة والإحسان على الفقراء، ولذلك لعلكم سمعتم الترتيلة بتاع طوبى للرحمة على المساكين. ولما هتيجوا فيه في قراءات الأسبوع الكبير هتجدوا في مقدمة الآحاد القراءات عن الإحسان للفقراء. فأنا عايز أكلمكم عن الموضوع ده. مفروض كل إنسان يكون عنده نمرة واحد محبة الفقراء والمحتاجين، نمرة اثنين مساعدة الفقراء والمحتاجين في كل حياته. ليه؟ لأن السيد المسيح اعتبرهم أخوة له، فقال مهما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم. بل اعتبرهم ليس فقط كإخوته كما نسميهم أخوة الرب أو أخوة يسوع كما نسميهم البعض، لكن اعتبرهم شخص تماما. فقال كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني إلى آخره. اعتبر أنهم شخص. فأنت لما بتقدم حاجة لرجل فقير معناها بتقدمها للمسيح نفسه مش لحد تاني. إلى هذه الدرجة ربنا اعتبرهم انهم كشخص. ومن هنا كان العطاء له أهمية كبيرة في حياة الإنسان الروحية. يعني أصعب حاجة نقولها إن في هذا المثل اللي ذكرناه اللي ورد في متى إصحاح 25 إن مستقبل الحياة، مستقبل حياة الإنسان في الأبدية يتوقف على هذه النقطة أيضا، إنه بيعطي الفقراء أو لا يعطي. بيقول على الناس الذين لم يعطوا الفقراء فمضوا هؤلاء إلى العذاب الأبدي. والمسيح قال لهم ابعدوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته، لأني كنت جوعانا كنت عطشانا كنت عريانا كنت مريضا إلى آخره. تصوروا إلى أي حد ممكن الإنسان يفقد أبديته من أجل أنه لم يعطي الفقراء. اقروه متى 25 من آية 31 إلى آخر الإصحاح. وفي نفس الوقت ممكن إنسان يصل إلى الحياة الأبدية السعيدة لأنه قام بهذا الواجب. لينه يبقى ما يفتكرش إنسان إنه بس يهتم بتنفيذ وصايا ولا يعطي. الشاب الغني قال عن الوصايا وحفظتها منذ حداثته، لكن كان عنده محبة المال ففقد أبديته. فقد أبديته بسبب انه محبة المال. الراجل الغني، الغني الذي عاصر لعازر المسكين، فقد أبديته لأنه ما أعطاش لعازر. يبقى المسألة مسألة خطيرة. ما تفتكرش بس الخطايا الصعبة مثل النجاسة أو القتل أو السرقة هي بس اللي بتضيع الإنسان، إنما عدم إعطاء الفقراء يضيع الإنسان. إزاي بقى؟ يعني ربنا اعتبر
ان اللي ما بيدفعش العشور بيسلب الله، كما ورد في سفر ملاخي اصحاح 3 قال: سلبتموني، يقول الرب، سلبتموني يعني سرقتوني، يقول الرب. قالوا: ففيما سلبناك؟ قال: في العشور والتقدمة. يعني انت لما بتدفعش العشور بتسرق ربنا. سلبتموني يعني سرقتوني. فهل يقبل انسان ان يكون في موقف سارق وسارق لمال ربنا؟ لهذا ربنا قال عن الناس اللي حجزوا العشور والبكور واستحقاقات الله، قال لهم: اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم. يعني المال اللي يخص ربنا، يخص الكنيسة، يخص الفقراء، وانت ما اديتوش، ده مال ظلم، مال ظلم موجود في بيتك، في جيبك، في خزنتك، في بنكك، مال ظلم. فاصنع اصدقاء من مال الظلم، مش معناها من مال الحرام، يعني من المال اللي ظلمت فيه الفقراء وظلمت فيه الكنيسه وظلمت فيه ربنا، اصنع ليك اصدقاء بانك تدفع ودول يصلوا من اجلك فيبقوا اصدقاء ليك. لهذا يعتبر اللي ما بيدفعش حقوق ربنا بيسرق من ربنا. طب بالناحية التانية كلمة لطيفة قالها الكتاب، بيقول ايه؟ من يرحم المسكين يقرب الرب، يعني بيسلف ربنا وربنا يردله السلفة. امتى؟ اما في حياته على الارض، ربنا يكفي يكثر امواله، وزي ما بيقول: افتح لكم قوى السماء، او برضو يكافئه في الابديه. ده بيسلف ربنا، يعني بيقرض الرب، بيدي قرض لربنا، بيدي قرض لربنا. لهذا قال: اكنزوا لكم كنوزا في السماء. اللي بيدفع للفقراء بيكنز له كنوزا في السماء. عندنا قصة عن أحد الآباء بيقول كان بخيل وما بيديش للفقراء أبدا، وبعدين فاتت عليه ست أرملة وقعدت تترجى، فلقى كسرة ناشفة راح خبطها في وشها وقال له: خد دي. وبعدين في تلك الليلة حلم، حلم انهم واخدين روحه وماشيين بيها في الأبدية، طلعت روحه وطلعت، وبعدين ودوه في أوضة وقالوا له: هي دي أوضة. ففتحها ما لقاش فيها غير كسرة الخبز اللي اداها للمرأة الفقيرة. فتحول من ذلك الحين إلى إنسان رحيم جدا، وباع كل أمواله وأعطاها الفقراء، ولما لم يجد شيئا يبيعه باع نفسه عبدا وابتمن نفسه وأعطاه للفقراء، لأن عرف اللي هو بيعطيه هو ده اللي بيفضله. اكنزوا لكم كنوزا في السماء. لازم الواحد يكون عنده حنو في قلبه ناحية الفقراء، يكون له القلب الحامي اللي يشفق على الفقير. أنا فاكر في قصة حصلت معايا في حياتي منذ تقريبا يمكن من قيمة 55 سنة وأنا شاب صغير. كنت مرة كنت شاب صغير وواقف في بيتنا كده، وبعدين بصيت لقيت ولد بينقي في الزبالة اللي في الشارع. هي قصة متعبة لكن احتملوها. بينقي في الزبالة، بيشوف فيه في الزبالة حاجة تتاكل ولا لا،
فلقى حبة سوداني، في سوداني مقشر وسوداني مش مقشر، لقى حبة سوداني مش مقشر فراح مقشرها ووكلها. أنا وقفت على المنظر ده اتأثرت خالص، قلت ياه، لدرجة كده الواد جعان بيفكر في الزبالة على سودانايا مش مقشرة. بعد كده كنت منين ما يجيبولي سوداني من النوع ده وأجي أكله، أسيب فيه حبيتين ثلاثة ما يتاكلوش ويترموا في الزبالة، علشان لما يجي واحد زبال تاني ويدور يلاقي حاجة. أقول لهم لما تاكلوا برتقان في البيت ما تاكلوهوش كله، سيبوا برتقانة أو اتنين ارموهم في الزبالة، هيجي الزبال ينقي يلاقي برتقانة يفرح بيها جدا وياخدها ينظفها ويقشرها وياكل. يعني انتوا ما تخلوش كل حاجة كده على الآخر، سيبوا حاجة. صدقوني الحكاية دي من قبل كده، يعني مش من قصتي مع هذا الزبال، من قبل كده من سفر التثنية في حاجات لطيفة يقولها ربنا. يقول مثلا في الحصاد، في الحصاد في التثنية 24 بيقول لما تيجي تحصد الحصاد بتاعك، لما تيجي تحصد الحصاد بتاعك في الزرع، سيب زوايا الحقول، سيب زوايا ايه الحقول، علشان الناس اللي يجوا يمشوا ورا الحصادين يلاقوا حاجة ياخدوها. واذا وقعت منك حزمة من الحزم ما ترجعش تاخدها، سبت للناس الحصادين يجوا وراك وياخدوه. واذا اخدت عن ايد العنب ما تخلصهاش على الاخر، يعني سيب كل عنقود فيه شويه برضو كده ما تخلصوش، سيبها للفقير اللي يجري وراك ويجري ورا الحصادين وينقي الحاجات اللي في الارض. لكن واحد يجي يحصد وياخدها بالحباية وما يسيبش على الفرع ولا حباية، ده يبقى يعني بخيل من الدرجة الأولى. سيب حاجة، سيب حاجة، بتاخد عنقود عنب وكلت منه شوية، سيب بقية العنقود. بتعمل زيتون وبتنفضه، مش ضروري تاخده بالحباية، سيب شوية من الزيتون. بلح وبتاخد الزباطة، وقع كام بلحايه ما تمدش ايدك على الارض وتاخدها، سيبها، في واحد فقير هيجي وراك ياخدها، هيجي واحد وراك ايه ياخدها. لعلكم تذكروا ان في قديسة من القديسات في الكتاب المقدس اللي كانوا بينقوا ورا الحصادين، اللي هي رعوس، رعوس اللي اتجوزت بوعز وصارت جدة من جدات المسيح، كانت بتنقي ورا الحصة دي. يا ريت تترك حاجة ياخدوها الناس من وراك. فبيقول لك ايه في التثنية 24 من آية 19، إذا حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحقل فلا ترجع لتأخذها، للغريب واليتيم والأرملة تكون لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك. إذا خبطت زيتونك فلا تراجع الأغصان وراءك، يخبطوا الزيتون عشان طلعوا منه زيت، بيقول لك فلا تراجع الأغصان وراءك، للغريب واليتيم والأرملة يكون. إذا قطفت كرمك
فلا تعلله وراءك للغريب واليتيم والأرملة يقول. يعني ما تخليهاش على الآخر كده يعني. ما تخليهاش على الآخر. في كل حال. يعني لتغسل إيديك أو بتستحمى بالصابون. ما تنساش ما تخليش البروة بتاعت الصابون لغاية لما تبقى زي ورقة الشفافة أو ورقة السيجار. خلصتها ونصها ارمي الباقي ربما ناس من الزبالين يلاقوها ينبسطوا بيها. في كله، في الاكل، في الشرب، في الملابس. في ناس لما يحسنوا على الفقراء يدوروا على الملابس اللي خلاص اكسباير، يعني انتهت بقت نخاله، يدوها الفقير. ما يديش حاجه عليها القيمه، لازم بس يدي حاجه عليها القيمه. عندك فلوس تشتري غيار جديد، مش ضروري الغيار القديم يعني على الآخر. إيه؟ شوفوا أول تقدمة قدمها إنسان في العالم كان هابيل الصديق في تكوين إصحاح 4، بيقول قدم على الله من أبقار غنمه ومن سمانه. من أبقار غنمه ومن سمانه، يعني أفضل حاجة عنده قدمها لربنا، أفضل حاجة عندك. فأنت كمان لما تقدم حاجة قدم من أحسن الحاجات اللي عندك، قدم من أحسن الحاجات اللي عندك. يعني تدريب إن الإنسان يعطي أفضل ما عنده جايز يكون صعب عليك. طب هقول لك تدريب سهل. درب نفسك يوميا ان كل يوم تعطي شيئا باي طريقه، واي يوم يمر عليك دون ان تعطي فيه شيئا لا تحسبه من ايام حياتك يوم عاقر لم ينجب شيئا لملكوت الله. ممكن تدربوا نفسكم على كده، كل يوم تدي حاجة، تدي حاجة. مش بس كل يوم تدرب نفسك تدي حاجة، درب أولادك وأطفالك أن يعطوا. دايما الطفل يفتكر إن كل حاجة بتاعته، دي بتاعتي، دي بتاعتي، دي بتاعتي. طريقة الأطفال كده. أنت خرجه من الأنانية دي وعلمه العطاء. يجوا الضيوف بدل ما انت تقدم للضيوف ملبس الشوكولاته، قول له حبيبي خد اديه، خد ايه اديه، ويتمرن الواد اللي بياخد ويدي. صحيح مش بتاعته، لك هو بيعتبر كله بتاعه فيعطي. او مثلا يكونوا في ولدين طفلين عندكم في البيت، تدي طفل ليك وتقول له خد ده اديه لاخوك، اديه لاختك. يتعود الولد من صغره ان هو يعطي، مش كله يبقى بتاعه، لازم يعطي. والانسان الذي لا يعطي يبقى هيتعلم البخل، ويتعود محبة المال، ويتعود محبة القنية، ويتعود عدم الرحمة. بقى اصعب من كده ان الواحد ياخد حاجة مش من حقه. إذا كان حقوقه لازم يديها لغيره، فعلى الأقل إن ما اداش حقوقه لغيره يبقى ما ياخدش حقوق غيره لنفسه. لكن لابد أن نعطي، لابد أن نعطي. تدرب أن تعطي شيئا في كل يوم، ثم ترتقي من هذا إلى أنك أنت تعطي شيئا مهما. يعني جايز الواحد الحاجة اللي ملهاش أهمية عنده، حاجات سموها ربش او ريفيوجز، حاجات ملهاش لازمه، هي دي اللي يعطيها. لا، اعطي شيئا مهما. بهذا يختبر مدى حبك للعالم والعالميات. يقول
يقول قد الألم ده، لا ده ألم رقيق ويكتب خط هل أدور على ألم يكون لا يسبب عطاؤه أي ألم علشان أعطيه للناس؟ لا، أنت أحسن حاجة عندك البيت، أحسن حاجة عندك البيت، أو على الأقل تكون مهمة وكويسة وديه. في ناس لما يبدو من الفقرة كأن بتقطع شرايح من جسمه، سلايدز كده بتقطعها وتديها للناس، لا، لازم أنت تعطي بفرح، لا متضايق ولا متذمر ولا زعلان ولا مضطر ولا مكسوف من الناس عشان بتعطي، اعطي بكل حب. العطية التي تعطيها لغيرك يأخذ الله ما فيها من حب ليحاسبك عليه، والباقي يرفض. ربنا ما تسموش المادة كتير، يهم الحب اللي موجود في العطاء، يهم الحب اللي موجود في العطاء. طبعا أكثر من كده الذي يعطي من أعوازه، ومعروف في الكتاب المقدس قصة الأرملة التي أعطت من أعوازه، بيقول لك المعطي بالسرور يحبه الرب. تعطي بفرح، فرح العطاء، تعطي بالسرور، مش تعطي من جيبك، تعطي من قلبك. العطية تصدر من قلبك قبل أن تخرج من جيبك. في قصة في الكتاب المقدس عن العطاء، عطاء أرونا اليابوسي، آخر إصحاح من سفر صموئيل الثاني. كان ساعتها داود النبي بيدور على مكان علشان يبني فيه مذبح أو هيكل للرب. جه صموئيل الثاني من آية 19 لآخر الإصحاح، فشاف حقل أرونا اليابوسي البيدر بتاعه، فيه بقرة على نورج وبتدرس القمح اللي موجود هناك. فقال له اديني البيدر بتاعك عشان أبني مذبح للرب. فانبسط أرونا، قال له يا سيدي الملك خد أدي الحق، وخد البقرة قدمها محرقة، وخد النوارج والخشب قدمهم وقود ونار للمحرقة، خد الكل، لك أعطيت الكل. تصوروا رب طالب منه بس المكان، فقال له أديك المكان وأديك البقرة وأديك النوارج وأعطيك الكل، فرحان. داود جه ناصح وراه، قال له كلمة من كلمات داود المشهور، قال له لا، أشتريها منك بفلوس وأقدمها لربنا، ولا أقدم لله ذبيحة مجانية، أشتريك منك وأقدمها لربنا. نهايته هما الاثنين كانوا كويسين، واحد يريد أن يقدم كل ما عنده، وواحد يريد أن يشترك في التقدمة بأنه يشتريها ويديها لربنا. دي تفكرنا بقصص في الكتاب المقدس عن سيدات قديسات كنا يعطينا بيوتهن لكي تكون كنائس. يعني أول كنيسة في العالم، أول كنيسة في العالم كانت بيت مرقس الإنجيل. بيت مرقس الإنجيل كان ناس مجتمعين فيها يصلون، كما ترون في سفر الأعمال إصحاح 12 آية 12. سفر الأعمال إصحاح 12 آية 12، لما بطرس خرج من السجن
بيقول ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. كان بيتها بقى أول كنيسة، الناس كانوا بيجتمعوا فيه علشان يصلوا. بعدين بيت ليديا صح بائعة الأرجوان بقى كنيسة، وبعدين بيت أكيلا وبريسكيلا في رسالة رومية إصحاح 16 بأول الإصحاح بولس الرسول يقول سلموا على أكيلا وبريسكيلا، الناس المحبوبين دول اللي وضعوا رأسهم من أجل، وعلى الكنيسة التي في بيتهما. كانوا بيقدموا بيوتهم تبقى كنائس، بيقدموا بيوتهم تبقى كنائس، مش بس إعطاء للفقراء، إعطاء للكنيسة التي كانت فقيرة. بيته بقى كنيسة. دي فكرتني بأيام إبراهيم الجهري. إبراهيم الجهري كان بيشتري أراضي ويديها للكنيسة تبني فيها الكنائس، وناس كتير كانوا بيوقفوا أوقافهم على الكنيسة عشان الكنيسة تصرف منها. أمال إيه الأوقاف اللي موجودة حاليا لينا؟ ناس ادوها للكنيسة عشان تعيش منها. في حاجة تاني أنا جربتها بنفسي، إن كان يحصل في بعض أوقات يجي راجل وامرأة كبروا في السن وما عندهمش عيال، فيقولوا نديك البيت بتاعنا بعد ما نموت يبقى للكنيسة. دي حاجة في القانون يسموها حق الرقبة، هم ياخدوا حق الانتفاع ينتفعوا بيه طول حياتهم، وبعد ما يموتوا يقول البيت للكنيسة. فمرة من المرات جاني واحد وقال لي أنا عندي البيت وهو دورين وكبرنا في السن أنا ومراتي، وأديك البيت يبقى للكنيسة بعد وفاتي، كنيسة بعد وفاته. قلت له أنت راجل طيب وخير وربنا يديك طول العمر، هو احنا هنفكر انك انت تموت عشان ناخد منك البيت؟ قلت له طب اسمع. قال لي ايه؟ قلت له اديني الهوى. اديني ايه؟ الهوى. قال لي يعني ايه الهوى؟ هو البيت دورين، فوق الدورين هوى، فيديني حق الهوى ان انا ابني دور ثالث في الهوى اللي موجود. وقلت له تبقى انت وانت عايش شايف في الكنيسة ازاي بتنتفع ببيتك وربنا يديك طول العمر. يا ريت ناس يدونا الهوى اللي عندهم نشتغل به لربنا، بس يكون هوى على هوانا، يعني مصرح فيه في الباب، مش واحد عنده بيت أربع أدوار ومش مصرح له غير بأربع أدوار، لا يكون مصرح له بست أدوار وهو بدأ أربعة، وإحنا ناخد الهوى اللي فوق الأربعة. المهم إن الإنسان يكون عنده حب العطاء، سواء العطاء للفقير أو العطاء للأيتام أو الأرامل أو العطاء للكنيسة أو العطاء لربنا بأي طريقة. من ضمن العطاء للفقراء مبدأ هام يقوله الكتاب المقدس، وهي انك انت لا تتأخر في العطاء. يعني ما يجيلكش واحد يقول لك عايز تقول له فوت عليا الاسبوع الجاي، فوت عليا الشهر الجاي، لا. في آية لطيفة كنت بديها للناس اللي بيشتغلوا معانا في الفقرة في سفر الأمثال
إصحاح 3 آية 27 وآية 28. سفر الأمثال إصحاح 3 آية 27 و28. شوف بيقول إيه. بيقول لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. ما دام قادر تعمل خير ما تمنعوش. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندي. ما تقولوش تعالى أديك بكرة وموجود معاك، لا اديله الوقت. إذا مطلوب منك إنك تعطي ولا تتأخر في العطاء، ولا تتأخر في العطاء. زي واحد نادر وبرضه بيتأخر في تنفيذه ويماطل مع ربنا. طب أقول لكم حاجة وما أعرفش رأيكم فيها إيه. افرضوا إن واحد قرر أن يعطي ربنا شيئا واتأخر فيه، وبعدين السعر اختلف والثمن غلي. زي واحد مرة قال لي أنا ندرت من قيمة 15 سنة إن أنا أدي ربنا خروف. قلت له 15 سنة ده زمان الخروف كبر وبقى عد هيفضل قاعد خروف لحد دلوقتي؟ مش معقول. وأو بعدين بس الواحد يقول أنا هدي ربنا المبلغ الفلاني، كل ما الأمور تمر المبلغ ده بتقل قيمته. هل القيمة الشرعية بتاعت الجنيه زمان زي دلوقتي؟ زمان كان الجنيه يقتدر كثيرا في فعله زي صلوات القديسين، لكن دلوقتي الجنيه فقد قيمته، ما بقاش يدي حاجة. زي مرة قلت للناس اديت واحد ورقة ب10 جنيه فكها بجنيهات، فجاب لي 10 جنيهات بروتستانتي. قال لي يعني، قالوا لي يعني ايه بروتستانتي؟ قلت لهم كل جنيه بيخلص في لحظة يعني. فأنت لا تتأخر عن العطاء. لا تقل لصاحبك ترجع بكرة وأنا أديك. يعملوا زي الناس بتوع الروتين، الموظفين بتوع الروتين اللي كل ما تروح اقول لك تعالى لي بكره. مع ربنا ما ينفعش الحكايه. من ضمن الاشياء التي نقدمها الى الله اضافه الغرباء. بيقول لا تنسى اضافه الغرباء وتذكر انك كنت غريبا في ارض مصر. وبيقول أيضا لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس الملائكة وهم لا يدرون، زي ما حدث مع أبينا إبراهيم في تكوين 18 أضاف 3 كان منهم 2 من الملائكة. لكن حكاية لا تنسوا إضافة الغرباء دي موجودة في عبرانيين، بها أضاف أناس الملائكة وهم لا يدرون. عبرانيين 13 آية 1. الاهتمام باليتامى والأرامل، في كلام كثير جه عن هذا الموضوع، خصوصا ما ورد في يعقوب 1:27
قال الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في بيتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا عيب بلا دنس من العالم. افتقاد اليتامى والأرامل في بيتهم، الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه. يعقوب 1:27 يعني بيعتبر ان ده جزء هام. ياما واحد يموت هم اصدقائه يروحوا للبيت نعزيكم والبركه فيكم وخلصت على كده. طب ايه دول صرفوا ايه عملوا ايه؟ ده جايز لما يكون واحد مات في مرض يكون صفى البيت ما بقاش في حاجه. لكن لو نتعاون مع هؤلاء ونعطيهم ولو كسلا ربنا مش هينسى الحاجه دي. ده ربنا من محبته لهذا العطاء بيعطي حتى الطير، حتى الطير. في مزمور 147 يقول: المعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه. وبيقول في العظة على الجبل ان الطيور لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماوي يقوتها، انتم افضل من عصافير كثيره. لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن. شفتها مره دي في الدير، كنت قاعد قصاد قليتي وكان في ارض وقع فيها كبشة قمح كده ولا حاجة، وقعوا من الراجل اللي بينقل القمح، وجت عصفورة من فوق شمعة نطت على كبشة القمح دي وخدت لها حباية ثانية وطارت. طب ما عندك كنز كبير ما تقعدي جنبه وتبني بيت. لا لا، الطير عنده مش بس القناعة، عنده الإيمان إن ربنا لو ساب شوية القمح دول هيلاقيها حتة ثانية. أهو ربنا بيقول: تأمل النملة أيها الكسلان. بناخد من النملة ده في النشاط، لكن النملة تحفر تحفر وتخزن تحفر تحفر وتخزن تحفر وتخزن. إيمان العصفورة أحسن من نشاط النملة. العصفورة واخدة حباية تطلع لفوق، اما النمله تحفظ 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 وتخزن تخزن تخزن، لانها يهمها الجمع والتكوين. ربنا بيطلب مننا ان احنا نتمثل بنشاطها ولا نتمثل بتخزينها. بالنسبه للصوم في عباره جميله قالها احد الاباء القديسين، مش هطالبكم بيها لكن هقولها قدامكم وقد أعذر من أنظر. شوف قال إيه، قال: إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم وأعطهم طعامك. مش تصوم وتوفر أكل وشرب، تصوم وتعطيهم طعامك اللي انت وفرته. نكتشف كم